سلام الله عليكم، تحياتي. علاجات طبيعية لموضوع ومرض الدوخة، دوار وعدم اتزان، هذه الثلاث أعراض مع طنين الأذن، لأنها كلها بنظام واحد من أجهزة متركبة، فالعلاج لازم يكون متركب من عدة أمور لازم نسويها عشان نخفف من هاي الحالة. قبل ما نحكي عن العلاج بنحكي عن الوقاية. طبعا أي واحد فوق 40-50 سنة بفعل السن بصير في عنده دوخة، وبصير في عنده دوار، وبصير في عنده طنين أذر، وهذا برجع لعدة عوامل، منها تقليل للتروية الدموية للدماغ، ضعف عضلات القلب، نقص فيتامينات، نقص معادن، نقص حديد، خشوع، عدم حركة، ثبات لفترة طويلة أو نوم لفترة طويلة، وعدم وجود حركات، مشاكل في العصب الدهليزي اللي هو العصب السمعي اللي هو العصب الثامن اللي من وظيفته كمان، غير انه بنقل الاشارات السمعية العصبية السمعية لحاسة السمع، كمان بيعمل على عملية التوازن، وعملية التوازن بتكون من ثلاث اعضاء: الاذن الداخلي الوسطى مع جذع الدماغ مع المجسات الحسية الموجودة في جسمنا كله، في الإجرين، في الإيدين، مع الحواس كلها بتدخل في الموضوع، حاسة السمع، حاسة النظر، والحواس الثانية لازم تكون موجودة وبشكل كويس. أي خلل في كل هذه الحواس أو في تروية دموية للأذن الداخلي الوسطى أو تروية للدماغ أو عدم حركة بيؤدي لهاي الحالة. الوقاية خير من العلاج. الوقاية مع واحد في معه دوخة لازم يكون عامل حسابه في البيت على عملية انه يكون حاطط مسكات، وخصوصا في الحمام، في الاماكن اللي فيها ممكن عملية انزلاق يكون اكتر، الاضاءة لازم تكون كويسة في الحمام، خصوصا التهوية لازم تكون كويسة، لانه مع التقدم في العمر احنا بنفقد حاسة النظر، وبكون عندنا مشاكل في النظر ومشاكل في السمع ومشاكل في الحركة ومشاكل في الدورة الدموية، بتقدرش توصل هالدماغ للدماغ وعملية كل التروية الدموية. طيب العلاجات في هاي الحالة، العلاجات بدها تكون متكاملة. العلاج الحركي هو أول العلاجات اللي بدكم تتبعوه، وهذه العلاجات كلها حتاخد وقت، وحتزيد الدوخة في البداية، وحتعمل زيادة للدوران، وحتعمل عملية تعب، بس بعد يومين ثلاث أربعة من تكرار هذه العمليات بتصيروا تحسوا إنه صار عندكم قوة أكتر ومناعة أكتر ضد الدوران وضد الدوخة. الحركات هذه حتسوي لكم دوخة، معناته احنا ضربنا الشغل اللي لازم نعملها اذا خلينا الاعراض تظهر. اول شيء طبعا اول ما وانت بتصير الدوخة اكتر شيء لما نبقى نايمين ونيجي نقعد بنحس انه راسنا صار يفتل وراسنا صار يدوخ، لما نيجي نوقف بيكون في عنا فيش توازن وبنحس انه فقدان التوازن كمان. ومع في هاي الحالة انا بدي بلش اليوم تاعي ببقى نايم على ظهري بالطريقة هذه، بميل على الجنب اللي على جنب التخت شوي شوي واخد راحتي لحتى اعود الدورة الدموية، يعني هذه بدها شوي شوي بشويش بشويش، بعدين احط ايدي على جنبي انزل اجري شوي شوي وارفع حالي شوي 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 شوي، خلي جهاز الدوري يتعود وهالدماغ توصل اكثر شيء اللي الضغط، ضغطنا طبعا اللي عنده نقصان في الضغط او مشاكل في الضغط سواء ارتفاع او هبوط بصير في عنده دوخه ودوران وعدم اتزان. ففي هاي الحاله انا بقعد وانا بواقي حالي من موضوع الدوخه والخضراء والدوار، بعدين بوقف شوي شوي بحط ايدي بساعد حالي وبوقف. إذا كان في عندي حالة صعبة لازم أستخدم إذن العصاي أو الووكر من خوف ما أوقع عبين ما وضعي يتحسن ويثبت. التمارين اللي بدكم تسووها يومياً يومياً، هلأ وانتو قاعدين فقط تحطوا إيديكم على إجريكم بالطريقة هذه وتكونوا ثابتين وتعملوا عملية انحناء للأمام ولفوق، تكرروا هاي العملية شوي شوي اللي هي حتثير موضوع الدوخة والدوار،
بس هذه مش مشكلة، احنا بدنا نقوي هذا الجهاز، وبنعمل وبنكرر هاي الحركة 10 مرات. بعدين بنلف راسنا على اليمين وبنعمل هاي العملية كمان مرة، وبنكررها شوي شوي 10 مرات. ممكن واحنا نازلين نشعر في الدوخة، فبنصبر ناخذ شهيق ناخذ زفير وبنرد نطلع شوي شوي. وكما هو الحال على الجهة اليسار بنلف راسنا وبنعملنا كمان 10 حركات واحنا قاعدين. واحنا ممكن ناخذ وضعيات تانية، هذا تمرين رئيسي لمعالجة الدوار ومعالجة طنين الأذن ومعالجة الدوخة وتروية دموية أكثر وتعويد الدورة الدموية انها توصل بشكل أكثر للدماغ. في هالحالة أنا بحط إيدي بالطريقة هاي وبعمل أول شيء هاي العملية شوي شوي وبطلع، وبرد أعيد العملية هذه 10 مرات نفس وضعية الجلوس. بعدين بعمل لفة لراسي على الشمال وبعمل نفس العملية شوي شوي، وأنا بفتح عيني. إذا بدي أزيد الموضوع صعوبة بغمض عيني وبعملها وأنا عيني مغمضين، ففي هاي الحالة أنا بثير الدوخة بشكل أكثر. بكرر الحركات على اليمين نفس المبدأ، وبضلني أكرر التمارين هذه زي ما حكينا قد ما نقدر، كل ما عملناها أكثر يعني 4-5 مرات في اليوم كل ما كانت النتيجة أسرع. ماشي، هلا من ناحية من نواحي تانية بدنا نحرك الرقبة شوي لأنها هي العنصر الرئيسي في عملية تروية دموية للدماغ، وعدم وجود احتقانات أو تضيقات من الفقرات على الأوعية الدموية أو على الأعصاب، وتنشيط للعصب السمعي كمان. في حركات بسيطة ممكن نعملها، نلف يمين شمال فوق تحت، بعدين نحط ايدينا شوية ونرفع نساعد في ايدينا، وعلى الشمال ساعد في ايدينا، على اليمين نتطلع لفوق شوي هيك ونعمل عملية لف للراس بشكل دائري بالطريقة هاي مرة على باتجاه عقارب الساعة. بندوخ شوية نقعد نرتاح ناخد شهيق ناخد زفير، بعدين بنرد نكررها بالاتجاه المعاكس. بعدين بحط ايدي على دينية اللي هو شيء اساسي انكم تصوموا عن السمع، يعني تريحوا الاذن حتى لفترات يعني لفترة الليل، فضروري جدا انكم تحطوا قطنة لما بدكم تناموا في الذنين. هاي القطنة ممكن تحطوا فيها زيوت عطرية من الزيوت اللي حنحكي لكم عنها، بس ابسط شيء تحطوا عليها زيت زيتون شوية وتحطوا القطنة في ذنيكم لما بدكم تناموا، هاي حتساعدكم بإراحة الاذن الوسطى. بعدين بحط ايدي على راسي بالطريقة هاي شوي شوي، باخذ شهيق وبرفع راسي لفوق مع تسكير الأذنين. بعملها أول شيء بعين مفتوحة، بعدين بكررها 10 مرات بعين مغلقة لفوق ولتحت لفوق ولتحت. بعدين التمرين اللي بعده، طبعا كل هذه التكرارات بتكرروها حسب الحاجة من 5-10 مرات. حسيتوا بدوخة بترتاحوا شوي وبتردوا تكملوا، لأن زي ما حكيت لكم حتثير الدوخة وهذا اللي بدنا إياه. بس مع التكرارات حتحسوا بالنتيجة. بعدين بدي احط ايدي بالطريقة هاي واعمل عملية شوي، ابلش شوي شوي اهز براسي وانا مغطي الذنين، بعدين بزيد العملية هاي عقد ما اقدر، بزيد السرعة وبعمل لي مثلا دقيقة بالطريقة هذه. بعدين عمل مساج للرقبة، هاي هتساعد كتير في تنشيط الدورة الدموية. المساج ممكن تستخدمه زيت النعنع، زيت الزعتر، زيت البابوني، زيت اليانسون، زيت المورينجا، اي زيوت عطرية موجودة عندكم عملتوها حسب وصفاتنا ممكن تستخدموها وتحطوها على منطقة الاذنين، من المنطقة الامامية من المنطقة خلف الاذنين، تحركوا هالمناطق هاي منطقة الرقبة
تعملوها وتلكوها في المساج مع عمل مساج لمنطقة الراس بحركات بسيطة بزيوت بدون زيوت، بس لازم تفعلوا الأعصاب هذه كلها وبشكل كويس. خلصنا من المساج بالزيوت اللي لازم نعمله مرة مرتين في اليوم، والأفضل شيء قبل ما نروح ننام اللي ركبتنا تكون مرتاحة في فترة النوم، ولما ننام ننام في وضعية مريحة اللي هي يفضل انكم تعملوا الرول هذا في الفوطة في البشكير وتحطوه تحت الرقبة اللي تكون ساندي موضوع الرقبة أثناء فترة النوم، وتناموا على جنبكم، تناموا على ظهركم، تناموا ال- 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 الجنب اللي بريحكم بتناموا فيه، بس تكونوا محافظين على حركة الرقبة بالوضعية الصح. بعدين الكمادات الساخنة، بدكم تحطوا الكربي على منطقة الرقبة مرة مرتين ثلاثة في اليوم، اللي عملية تليين وتنشيط وتخفيف لحدة التشنجات اللي موجودة في الرقبة اللي هي بتعيق كمان توصيل دورة دموية أكثر للدماغ. بعدين بدنا نتطور في التمارين، بصير نعمل تمارين التوازن. تمارين التوازن بتعتمد على أول مرحلة من تمارين التوازن، وإحنا قاعدين بنحط إيدينا لقدام بالطريقة هذه وبنفتح عينينا في الأول، وبنصير شوية شوية نطلع وشوية شوية ننزل، وبنكرر هذه العملية عدة مرات حسب الحاجة. بعدين نفس التمرين بس بدي أسويه مع عينين مغلقة، لما أشيل حاسة النظر في هاي الحالة بتزيد الدوخة وبزيد الدوار. نفس الموضوع بعمله وأنا مسكر عيني وانزل وأطلع. ممكن أزيد صعوبة بإني أسكر حاسة السمع، يعني أحط لي قطنتين في ذني إذا بدي أزيد الموضوع قوة في التمارين، ونفس العملية بعملها بالطريقة هاي. بعدين بدي أوقف وأحاول أحافظ على توازني وأنا واقف بشكل مستقيم ورافع راسي لفوق، وأنا في الوضعية هذه بدي أرفع راسي لفوق شوي شوي لتحت. طبعا بتكون الكرسي او المقعدة وراي بالزبط للامان، الا اذا دخت اقعد بشكل امن بدون ما اوقع او اي شيء. بعدين بتصعب الامور بوقف وبرفع اجر واحد شوي وانا حاطط ايدي على جنبي، ثانيتين ثلاث بعدين برد بنزل، برد برفع الاجر الثاني، ثانيتين ثلاث وبرد بنزل. بعدين بعمل العملية هذه وأنا مسكر عيني نفس الشيء، برفع إجر واحدة وبنزل، برفع إجر الثانية وبنزل، وبكرر هذه العملية. كل ما كررت أكثر كل ما قويت هذه الحواس أكثر. هلأ بعدين بدي أمشي مثلا وأنا مغمض عيني وأشوف كيف الوضع هذا، بعد ما يصير في تحسن وأحس إنه الوضع أحسن بصير أمشي لي 5 متر في البيت بشكل آمن وأنا مغمض عيني وأشوف كيف الوضع بيمشي معي. بحاول أحافظ على التوازن وأنا مغمض عيني أثناء المشي، بس نكون ثابتين أو بجنب الجدار، إلا إذا دخنا نمسك، بس لازم نعود ولازم نطور من التمارين هاي. بعدين يعني التمارين هاي ضرورية جدا، أول شيء لازم تسووها. هلا المشروبات، طبعا في مشروبات، كل المشروبات تقريبا بتقوي هذه الحاسة وبتساعدكم على تخفيف حدة المضاعفات. من اولها عندكم الليمون، عندكم الزنجبيل، عندكم الكركم، عندكم عشبة الجينكو بيلوبا. عشبة الجينكو بيلوبا الخاصية اللي فيها هاي بتنشرها على شكل شاي، الجينكو بيلوبا اسمها هيك في الانجليزي، وبالعربي الجينكو ممكن تحكوها للعطار وتاخذوا منها مرة لمرتين اقصى حتى 3 مرات في اليوم على شكل ملعقة شاي صغيرة بتحطوها، او اذا كان شاي جاهز وبتحطوا عليها مياه ساخنة وبتحطوا عليها شوية ليمون ونص ملعقة عسل أو من عقبر النحل كمان كويس، وبتخلطوها وبتشربوها مرتين لثلاثة في اليوم.
عشبة المورينجا نفس المبدأ، مغنيسيوم بوتاسيوم العناصر المعدنية هاي لتقوية الأعصاب، لتقوية الحواس، لتنشيط الدورة الدموية. المورينجا ممكن تاخدوها نفس المبدأ مرة مرتين في اليوم كشاي مورينجا. الهندباء كويس كتير، عشبة الهندباء ممكن تاخدوها مرة مرتين في اليوم. ومع كل هذه المشروبات الساخنة بتضيفوا لها الليمون، ممكن تضيفوا خل التفاح مع المياه مع عصير الليمون. خل التفاح حيخفف كتير من موضوع الدوخة، وخل التفاح يستحسن كمان انكم تحطوه على قطنة وتعملوا عملية دهن لمنطقة العصب السمعي، لمنطقة الأذن من الأمام من الخلف بشكل بسيط، أو تخلطوها مع الزيوت اللي بنستخدمها للمساج، تخلطوا لكم شوية خل مع الموضوع. عصير الشمندر مع الجزر مع الليمون هذا مرة في اليوم، تاخدوا لكم كاس صغيرة حبة شمندر صغيرة وتحطوها في الخلاط مع حبة جزر فيتامين اي، تحطوها بالخلاط مع الليمون حبة ليمون صغيرة وتشربوا هذا المشروب مرة في اليوم. هذا حيعطيكم حديد، لأنه بدنا حديد وبدنا مواد اللي تقوي الدورة الدموية اللي توصل دماغ أكثر لمنطقة الدماغ. بعدين السلطات طبعا والخضروات هذه ما بدكم توصية عليها، والسلطات لازم تكون يوميا مرة لمرتين في اليوم. السلطات لازم تحطوا عليها الأفوكادو، البكدونس، الكزبرة، البندورة، الخيار، زيت الزيتون اللي حيساعد كتير، كمان الخل إذا بتحطوه مع السلطات كمان، فهذه كل هالأمور حتساعدكم. الشوربات خصوصا شوربة العظام اللي هي كوليسترول جيد لبناء الخلايا هذه العصبية، لبناء الأعصاب، لتقوية الأعصاب، فيتامين بي 12 موجود فيها، الأوميجا 3 موجود فيها، كل العناصر هاي اللي بدكم إياها بحتاجينها موجودة في شوربة العظام. خدوها مرة لمرتين ثلاثة في الأسبوع، مرة لمرتين ثلاثة في الأسبوع شوربة العظام، مع إضافة طبعا البصل والثوم والكركم والزنجبيل او اي شيء من هالبهارات. هذه قوية جدا البهارات في عملية تدفق قوي اكتر للدماغ لمنطقة الدماغ. هلا قبل ما نكمل، اذا كان الدوار والدوخة مصحوب معه مشاكل معوية، تقيؤ، مصحوب معه ضعف عام في الجسم، نمنمة، خضران، في هاي الحالة ممكن الاحتمال الأكثر تكون مش مجرد دوخة وأذن وسطى ومش عارف إيش، ممكن تكون مشاكل دماغية، فبتكون تعملوا فحوصات وتتأكدوا إنه الموضوع فقط عدم قدرة الجهاز التوازن عندنا على العمل. الشغلة اللي حتساعدكم كمان عدا عن الأعشاب هاي اللي ذكرناها، النعنع والزعتر. الزعتر مقوي للذاكرة، مقوي للخلايا العصبية في الدماغ. الزعتر ممكن تاخدوه كأكل، ممكن تاخدوه كشاي. النعنع نفس الشيء، النعنع بنستخدمه كزيوت كمان على منطقة الرقبة ومنطقة الراس، هذه حتساعد كتير. الرمان مع الشحم تاعه كعصائر كاملة هذا كويس كتير، لأنه حيعطيكم حديد، حيوسع الدورة حينشط الدورة الدموية، حيخفف الكوليسترول، حيخفف السكر، وفعاليته حتكون سريعة في توصيل دورة دموية أكثر للدماغ. موضوع الدوخة وطنين الأذن والدوار وعدم الاتزان بده موضوع التبخيري، تبخيرة الأعشاب، سواء في البصل، سواء في النعنع، سواء في الزعتر، سواء في البابونه، سواء في اليانسون. التبخيري يعني بدي أستنشق من هالبخار هذا اللي ينظف الجيوب الأنفية. احتقان الجيوب الأنفية بيؤدي للدوخة ووجع رأس، فإحنا عن طريق التبخيري مرة في اليوم في الفترة المسائية بيكون كويس إن نعملها، أو في الفترة الصباحية. موضوع المضمضة والغرغرة في نفس الأعشاب هذه ضرورة قصوى إنكم تسووها،
واستخدموا لبان الذكر والسمغ العربي في عملية المضمضة والغرغرة وتنظيف الجيوب الأنفية. لبان الذكر أو السمغ العربي أو المر، هاي السموخ كلها ممكن تنتقع لمدة 4 ساعات لعشر ساعات، قبلها بيوم ملعقة تنحط على مياه باردة تنتقع، والفترة الصباحية بنعمل الغرغرة والمضمضة وهذه الأمور فيها، هذا حيساعد كتير. التمارين التنفسية، أنا إذا شاعر في دوخة أو عدم اتزان، أنا في هاي الحالة بدي أقعد، بدي أحط إيدي وبدي أستنشق، أخذ شهيق وزفير فقط عن طريق الأنف، شوي شوي أكرر هاي الحركة 10 مرات 15 مرة، أخذ شهيق من الأنف وزفير من الأنف، هذا حينشط الدورة الدموية بشكل كبير، حيعطيني النيتريك أوكسايد، هذا الغاز اللي بتفعل داخليا داخل الشرايين والأوعية الدموية نتيجة لهذه الحركات التنفسية، وحيوسع أو حيزيد كمية الدماء اللي حتطلع على الدماغ لتغذية الخلايا العصبية وعصب النظر. الشغلة الثانية كمان تمارين العين لازم تسووها، تمارين العين بتعملوا لكم حركات هيك زي هيك وبتحطوا ايديكم على عينيكم، ولما تكون ايديكم دافية وبتعملوا عملية شهيق وزفير، كرروها 10 مرات، بعدين بتحطوا ايديكم حوالين راسكم بالطريقة هاي وفقط عملية ضغوطات 5 ثواني وترخوا، 5 ثواني وبترخوا، ضغوطات على المنطقة هذه 5 ثواني وبنترك، 5 ثواني وبنترك منطقة العين الثالثة، هاي ضروري جدا لتحفيز هرموني في الدماغ. الحركات هذه اللي على منطقة الأخذ عين، الضغوطات هذه من خلف الرقبة ضروري جدا، لازم دائما نسويها 2-3 مرات في اليوم، نعمل المساج أو الضغوطات هذه على منطقة الأخذ عين بشكل متكرر لمدة 5 دقائق بس، بتحطوا إيديكم، تعبتوا بعد 10 ثواني 15 ثانية بترخوا شوي وبتردوا تحطوا إيديكم وتعملوا الحركات هذه والضغوطات هذه خلف الرقبة، هذا كمان حيساعد كتير. الثوم والبصل طبعا بتكون مش توصية عليهم في الشربات أو في الخضروات، الثوم والبصل بيعملوا على الأليسين وتوسع للأوعية الدموية وتخفيف من الكوليسترول وكل الزنك والفيتامينات اللي بتكون إياها موجودة فيها. هلا بنيجي على موضوع الحبوب الكاملة والبذور، هذه من أولها بدكم تأخذوا بعين الاعتبار بذور القرع ونبتة القرع، هذه لازم تكون البذور تأكلها كبشة مرة في اليوم، هذا حيساعد كتير في تقوية الدماغ، تقوية الذاكرة، تنشيط الدورة الدموية لخلايا الدماغ. نفس الشيء حيساعد كتير إذا واحد عنده مشاكل في البروستاتا وحيكون المناعة، اللي هي بذور القرع أو اليقطين. والثمار نفسها بتستخدموها يا في السلطات يا في الشوربات يا في الحلويات، هذه بتعطيكم كل المواد اللي بدكم اياها والعناصر المعدنية. شو كمان ممكن يساعدكم في الانتهاء من هالطنين هذا؟ طبعا حركات الاذن، هذه انكم تعملوا مساج للاذن شوي مرة 2-3 مرات في اليوم، تحركوا وتعملوا هالضغوطات البسيطة، هذا حينشط تنشيط هرموني وتحفيز لمنطقة الذنين، اللي هي هاي المنطقة هي أول شيء المنطقة المسؤولة عن موضوع الاتزان. المشي طبعا بتكون مش توصية عليه، لأنه إحنا لما نمشي بنوضع القدمين على الأرض، وخصوصا لما نمشي بدون أحذية، يعني نكون حافين القدمين أو نمشي على الرمل أو نمشي على الصرار أو نمشي حتى على الأرضية بدون أحذية، هذا حينشط الجهاز العصبي في قاع القدمين، اللي هي هاي هي المجسات العصبية اللي بيعتمد عليها الدماغ إنه توصل له الإشارات العصبية
اللي يصير فيه تحفيز للدماغ، لأن احنا كلنا العناصر هذه كلها الحواس بتتصل في الدماغ، وهي اللي بتشكل موضوع التوازن. فالمشي والتمارين واحنا واقفين واحنا ضاغطين على اجرينا، هذه ضرورية في تحفيز للدماغ. بدكم تعملوا مساج لاجريكم كمان، هذه كمان حتساعد، وخصوصا لاصبعكم الكبير وتضغطوا الضغوطات هذه بتاعت الاكوبرشر الريفلكسولوجي، هذه كمان كويسة وحتنشط الدماغ بشكل كبير. يعني هذه الامور، بس اهم من هذه الامور وانتوا ماشيين في الخطة العلاجية هذه اللي حتعطيكم نتيجة مضمونة 100%، هذا شغلي من 30 سنة تعامل مع اي حالة بتدخل المستشفى، نعملها التمارين هذه والحركات هذه والنصائح هذه، لانه اي عدم حركة لمدة ساعات او يوم بيصير في عنا عدم توازن، وبيصير في عنا دوخة، وبيصير في عنا كل التروية للدماغ. وموضوع التمارين هذه اللي حكينا عليها في البداية هاي اساسيات، وما تخافوا انه حتثير الاعراض، حتثير الاعراض، هيني بقولكم من قبل ما نبلش، حتثير الدوخة وحتدوخوا اكتر، بس هذا اول يومين ثلاثة صدقوني، بس لما تتعودوا عليها بتصير الاعراض هذه تنسحب شوي شوي، وتحسوا حالكم صار عندكم مقاومة اكتر قبل ما تجيكم حالة الدوخة. الشمندر حكينا عنه، هذا قوي جدا وكويس كتير انكم تاخدوه بعين الاعتبار، وشرب المياه طبعا، وما تسمحوا لحالكم انكم ينقصكم المية. المياه اساسية للضغط، المياه اساسية للجهاز الهضمي، فاشربوا مية. واي واحد بيشعر في دوار او في دوخة بيشرب له كاسة مية لحالها، مية بس بتروح الدوخة وبتروح وبتخفف من اعراض الدوار. يعني هذا الموضوع باختصار، هاي هي الامور العلاجية. اذا بدكم تفصيلات اكثر اكتبوا لنا في التعليقات الشغلات اللي بدكم معلومات اكثر عنها، وانا مستعد اجاوب على كل الاسئلة واحد ورا الثاني. بس اللي بتمنى منكم، انكم تتبعوا وتلتزموا وتواظبوا بشكل يومي، مش اعملها مرة مرتين واقول ما نفعت. هذه الامور ما بتيجي يعني بيوم ولا بأسبوع، يعني هاي المشاكل مشاكل متراكمة لحالات مرضية كتيرة، فبدكم صبر. بس إذا بدكم تخرجوا من الموضوع بدكم تثابروا، لأنه فيش حلول تانية، فيش حلول دوائية اللي ممكن تخفف لكم من الحالة. هو هاي التعليمات هي الأسس لخطة علاجية ناجحة متكاملة، انكم شوي شوي تخلصوا من الطنين ومن الدوخة ومن من الدوار ومن عدم الاتزان. اتبعوها وادعوا لنا. شكرا لكم، دكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل مباشر كالعادة وجها لوجه من مدينة ميسيساغا الكندية. سلامات.